فاجعة هزت قلوب أبناء المدينة، أم وطفليها ضحية صعقة كهربائية لم تتركهما لوحدهما في ملاقاة الموت. ما وصل الخبر إلى أبناء الناصرية حتى هرعوا ليواسوا أهل الضحايا، معبرين عن حزنهم الشديد تجاه هذه الفاجعة التي شابها بعض التقصير الحكومي. أمر صعب وجلل، وهو مصيبة، مصيبة بمعنى الكلمة، وهو حادث عرضي، حادث تماس كهربائي. فقدت العائلة كاملة، امرأة وأطفال اثنان من عائلته الطيبة المباركة، وها هي وقفة الناصرية المعروفة المشهودة لتخفيف الألم والأسى والحزن على الأخ أحمد وعائلته وأشقائه. المعزون بيّنوا أن حادثة الصعق وقعت نتيجة إهمال الرقاب لشبكات الكهرباء والإنترنت، واللتان لم يؤخذ لمشاريعهما التدابير الوقائية الكافية التي تحفظ للأهالي سلامتهم. هي امرأة وابنها وبنتها في مصاب عظيم، و وسيلة يعني جدا بسيطة اللي هي سبب إهمال الحكومة، اندماج بالأسلاك، أسلاك الكهرباء وأسلاك الإنترنت، أدى إلى ضحية ثلاث نفرات راحوا بالصعقة كهربائية. ونقول الله يجبر مصابهم إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدينة الناصرية مفجوعة صراحة، إهمال كبير من بعض الدوائر الخدمية، نحتاج المتابعة بالكهرباء، نحتاج من كل الدوائر الخدمية أن تتوحد لسلامة المواطن الذيقاري. عائلة انطفأت شموعها وبات الحزن واقفا على أبوابها، فلا الدمع يكفكف آلام الرحيل، ولم يبقى للسلوى من مكان بعد فقد الطفلين ووالدتهم. الفاجعة لا تصفها الكلمات، لكن عيون المعزين كفيلة بشرح وقعها، وتبقى أصابع الاتهام تشير إلى الجهات الرقابية لتنصلها عن المسؤولية. من ذيقار، حسن العربي، التغيير الفضائي.